أكثر من 50 طفلا تمت ختانتهم وأقيم على شرفهم هذا الإفطار الجماعي والحفل المتميز هنا في الجلفة. صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير. الحمد لله سجلنا وكان إقبال والحمد لله اليوم بهذه المناسبة تاع نصفية راهم عرضونا هنا وكثر خير الناس الخير اللي راهم عرضونا هنا وقاموا بنا والحمد لله. رئيس بلدية بويرة الأحداب على هذه المبادرة واللي ساهم بالألبسة تاع الختانة وبارك الله فيهم مشكورين إن شاء الله. مناسبة نصف رمضان هي 15 يوم رمضان وما ننساش رئيس بلدية بويرة الأحداب على هذه المبادرة لعون الأطفال في لباس ختان وذا. هذه المبادرة أشرف عليها الهيكل الولائي للشؤون الاجتماعية بالجلفة والذي سبق له أن أطلق أنشطة كثيرة في السنوات الماضية. نظم الهيكل الولائي للشؤون الاجتماعية حفل ختان جماعي لفائدة أبناء مستخدمي الجامعات المحلية تحت شعار الختان سنة نبي الرحمن، حيث بلغ عدد المختانين 54 طفل من مختلف البلديات ودار مثال الإدريسية وعين فقاع وبلدية الجلفة وبويرة الأحداب. فرحة كبيرة لعائلات هؤلاء الأطفال والتي تزامنت مع منتصف شهر رمضان.